السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة اسم الجبار، وقد ورد ذكر الجبار في القرآن مرة واحدة. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. قال الطبري رحمه الله: الجبار هو المصلح لأمور خلقه، المصرف لهم فيما يصلح أحوالهم. وقال شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: الجبار يأتي بمعنى العلي الأعلى، ويأتي بمعنى القهار الذي قهر عباده، ويأتي بمعنى الرؤوف الذي يجبر كسر عباده، فيجبر كسر المريض فيشفيه، ويجبر كسر الفقير فيغنيه، وله جبر خاص لأوليائه بما يفتح على قلوبهم من الفتوحات الربانية من التوفيق والسداد، إلى آخر ما قال. وعلى ذلك فيكون الجبار على عدة معان. المعنى الأول: الجبار المصلح، من جبر الشيء إذا انكسر فهو يغني الفقير سبحانه. والمعنى الثاني: القهار الذي قهر عباده بما يكرهونه، وهو من حكمته سبحانه، كإكراههم على الموت والبعث والنشور وما إلى ذلك. ويأتي الجبار بمعنى العالي الذي لا ينال. تقول: نخلة جبارة إذا علت وارتفعت وصعب على الأيدي أن تنالها. أيها الإخوة الأفاضل، من آثار الإيمان بهذا الاسم الجبار أن الجبار وهو العالي، علو القهر والقدر والصفات والذات، إذا أيقن العبد بذلك وآمن به وعلم أن أمور العباد كلها في قبضة الله جل وعلا، وأن نواصيهم كذلك، لم يخف منهم ولم يرجوهم، بل توكل على الله عز وجل، فهو القائل سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ثانياً: أن الله تعالى قد أجبر خلقه على ما يريد أن يكون عليه من خلق، لا يمتنع عليه شيء من ذلك. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون. ثالثاً: من آثار الإيمان بهذا الاسم الجبار أن الله تعالى لم يجبر أحداً من خلقه على إيمان أو كفر، بل ترك الاختيار لهم، لكنهم أيضاً تحت إرادته ومشيئته سبحانه. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلو شاء الله جل وعلا لهدى الناس جميعاً رغم أنوفهم، ولكنه جل وعلا له الحكمة في ذلك. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. رابعاً: أن التكبر والجبروت إذا كان من المخلوقين فهو مذموم، وهي صفة نقص. قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى
فهي حق. خامساً أن الجبروت والكبرياء والعظمة والجبروت والكبرياء والعظمة بالنسبة لله تعالى عدل ورحمة، فهو سبحانه هو الذي قهر الجبابرة وأذل الكياسرة وأنصف المظلومين ممن ظلمهم. وقد توعد الله جل وعلا هؤلاء الجبابرة بالعذاب والنكال، قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطوي الله جل وعلا السماوات يوم القيامة ويأخذهن بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الله، أين الجبارون والمتكبرون؟ ويأخذ الأرض بشماله ويقول: أنا الله، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ روى الإمام أحمد مسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي، لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. وجاء في آخر الحديث أن الله جل وعلا قال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. وقال سبحانه للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. سادساً أن الأرض تكون خبزة يوم القيامة يتكفأها الجبار جل جلاله، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار، يتكفأها يقلبها، يعني يقلبها كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. الواحد منا إذا سافر وأشعل النار يقلب الخبزة يمينا وشمالا، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، أي أن الله تعالى من إكرام لأهل الجنة يجعل هذه الخبزة طعاما لأهل الجنة. سابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بين السجدتين ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني. هذا رواه الترمذي، وفي رواية أبو داود وفي رواية أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وعافني وارزقني. قال ابن الأثير رحمه الله: ومعنى اجبرني أي أغنني، من جبر الشيء إذا انكسر فأصلحه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم ربه بهذا الاسم الجبار، فروى أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثامناً ينبغي للمؤمن أن يكون متواضعاً وأن يبتعد عن التكبر والتجبر. قال تعالى عن هود عليه السلام وهو يخاطب قومه: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال تعالى عن نبي الله عيسى: وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً. في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن أباه مخرمة قال لابنه المسور: يا بني، بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصلت إليه أقبية، والأقبية ملابس، فهلم بنا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلنأخذ منه من هذه الأقبية. فلما وصلنا إلى بيته قال مخرمة لابنه المسور: يا بني، أدعو لي النبي عليه الصلاة والسلام. قال المسور: فاستعظمت ذلك، كيف أدعو لك رسول الله؟ قال: يا بني، إنه ليس بجبار،
فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه قباء من ديباج مزرر بالذهب، وقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك. تاسعاً وأخيراً، أنه يشرع للمسلم، والشاهد من الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تواضعاً، ومن حسن خلقه ولطفه هذا التعامل العظيم مع أصحابه. تاسعاً، أنه يشرع للمسلم أن يقول: يا جبار السماوات والأرض، أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا جبار السماوات والأرض، أجبر مصيبتي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.